ربنا ألهمنا الصبر والتقى والهدى، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على أهل العدوان. قلنا الآية دي فيها من الحكم ما يفيد من يبحث عن الحكم، ومن أكبر الحكم هو أن تنتقل من الظلمات إلى النور. الحكمة ضالتنا نأخذها من أي وعاء وجدنا، ولو كان في السن ولو كان في صغيرنا، لأن قلنا كم من مرة، قلنا الصغير يجب علم كثير من الأشياء، وحقصة الآن في عالم التواصل وعالم الإلكترونيات وكذا، وكل العلوم اللي احنا ما نعرفوهاش ما جيش على بالنا وما درسناهاش عند الصغير تو. قال علاش تكبروا؟ لأنه أنا ما قالنا مانيا جنون العظمة، وشكون هلك الكرب ما لي. قالوا كما بنو أمية في العموم هما العياذ بالله منا مضروبين مشحوطين بجنون العظمة، فقالوا الملك لنا، وهذا بنو كذا هاشم جاء وشكون نغص علينا وفكنا السلطة، الآن آن الأوان أن نرجع السلطة. أخذها بقوة، قوة من؟ قوة المولى الحقيقة، أما مش قوة الحيلة والخبث والغدر. أيوة، ربي راد باش يكون هو خاتم الأنبياء والمرسلين، ويجمع بين النورين قرآني وسني. أنت من جيب بنو أمية ولا كلاب اللي جاوا بعد، تولي في سوريا ولا في اليمن الكلاب، ولا في مصر ولا حتى في تونس هنا. شكون اليوم يقول اللي هو على باطل؟ إذا كان يقولها ولا راجل ولا امرأة، نعمل المرأة وماذا من النساء خير من ملايين الرجال. أشكون يقول أنا على باطل؟ لا، كل حد يقول لك ماني تقرع، ماني جاي هدايا، لأنه في الظلمات كيف يمشي يدادس ومش وريك الطريق، يولي هو ينظر القانون المالية شوي كل عام شي يلزم، وينظر القانون الإجرام، وينظر كذا وكيفاش الجماعات المنظمة في الفساد، مالها كيفاش تقاومها؟ إذا كان ما يجيش إنسان نوراني وراضي عن ربي وعباب الحكمة وعطاه الجدة في الإصلاح، منين لكم باش تعيشوا في الأمن وفرحة حياة؟ قال أبو رقيبة، فرحة حياة، أنا راه فيها فرحة حياة. جا جيل فاسد منافق، منا أصولي، منا سرق نسرق، وخذاها في المناسبات الكل أبو رقيبة، حياته كل مناسبات. ليش؟ صدقوا يحيى أبو رقيبة وخذوا المال، تكون شي أكبر العاهرين والعاهرات. صفق برك، قول يحيى بورقيبة والرئيس المنقذ وانا ما جرب كيما تو سوريا، قال ينقذ او قال ينقذ، هو ينقذ، وما عشانه حتى خلف اللي يكونوا لابا بيد القاسي والداني من ايران وغيرها وغيرها وغيرها، وما لفة لفة ايران، اخي ايران ماشي البعيد موجي نار وتتعمل بكله راه. قال مش هكا الاسلام، الاسلام احنا نخرج الناس من الظلمات الى النور. وانت قاعد تعمل يا حاكم ايران الان عموما، تورينا في كما ورانا إسرائيل اللي عندهم ما كيفاش يردوا على من يعتبرهم أعداءهم، وبلا أمن يتحب باسم الإسلام تو تدفع الثمن. باسم الإسلام معناش أن نفسد على الناس حياتهم، أو نتأمر عليهم مؤامرة لا ترحم، وأن نكون عليهم عيون باستعمال اللي قالوا أكلي درق تولي سوحك انت شيعي ولا مسلم. يعني التقية هذه ما تجي إلا في وقت معين، مش مع الناس كله في كل أوقات كلها. التقية عندها قوانين قواعدها وعندها أوقاتها. إذن إيران إذا كانت تبقى على هذه الحال ستخرب من طرف عهات أو مفاجآت مدمرة أو زلازل أرضية ولا زلازل فكرية، والله أعلم شو يجرى. إذن إيران اللي قال اليوم معجب بها في الظلمات، ليس له من النور إلا القليل، وإن شاء الله ربي يزيد في نوره وزاد نوره باش يفيق لهذه إيران. لا يمكن أن نضع يدنا في يدها حتى تستقيم في أمرها مع الله، عندئذ تولي لنا قدوة، فلا بأس بذلك، والسلام على من اتبع الهدى.